يزيد فقال: من هذه الامرأة؟ فردت عليه السيدة زينب تقول لي: تنشد علينا ويا اللي تقول منين حنا بحايط احنا وكل شي مبينين. يا تنشد علينا ويا اللي تقول منين حنا بحايط احنا وكل شي مبينين، غترتنا ابو فاضل والعقال حسين. يا تنشد علينا ويا اللي تقول منين حنا بحايط احنا وكلش مبينين، غترتنا ابو فاضل والعقال حسين. انت ولا واحد يندل بيتك هون، تولا هون تولا واحد يندل بيتك، واحنا يسمون اهل البيت التولا واحد.